انا فرحي في شهر 9 اللي جاي، يعني كمان شهرين، وعايزه اعرف ممكن اجيب جهازي كله بكام دلوقتي، لاني ما عنديش اي حاجه خالص. دي برضو من حد من متابعيني بعت لي السؤال دوت، عروسه بتقول ان هي خلاص فاضل على فرحها شهرين بالظبط وما عندهاش اي حاجه خالص. طب اعمل ايه يا هدير؟ طيب انا هرد عليك واقول لك يا قلبي، بصي في مثل بيتقال دايما كده، على قد لحافك مد رجلي. بمعنى لو انت معاكي 20 وعايزه تجيبي شوارك كله هتعرفي تجيبي بيه شوارك، ولو معاكي 30 هتجيبي، معاكي 40، معاكي بصي على حسب ما انت معاكي هتعرفي تلمي شوارك. لكن لو عايزاني انا اللي اقول لك ايه البادجت المعينه اللي انت تحطيها في ان انت تجيبي النقوشات بتاعتك وتجيبي الادوات المنزليه بتاعتك بالهدوم بتاعتك في المتوسط، ويكون حاجات وخامات برده كويسه جدا، هقول لك انت مثلا محتاجه من 60 ل 70، من 60 ل 70 يا جماعه، ان انت تخلصي النقوشات بتاعتك ادواتك المنزليه هدومك كده، يبقى انت هتجيبي حاجتك في الوسط. لكن انا هدير معيش غير 30، طب انا معيش غير 40، مش هعرف اجيب حاجتي؟ لا هتعرفي تجيبي حاجتك، هتلاقي، لان كل الاسعار بتبقى متوفره ليكي، فانت ممكن تقدري تلمي برده حاجتك على قد ايدك، على قد ايدك انت هتعرفي ان شاء الله تلمي حاجتك. ما تقلقيش برده من الموضوع دوت، فدوت يرجع برده لحسب المبلغ اللي معاكي، هتنزلي وهتلفي وهتدوري وان شاء الله هتجيبي كل اللي نفسك فيه واللي انت عايزاه. ممكن تجيبي من ده على ده، هو احنا مش لازم يا جماعه نجيبه بعدد كبير، يعني مش لازم اجيب كل حاجه عدد، انا ممكن اجيب استخداماتي، يعني انا خلاص فاضل فرق شهرين وانا مثلا معيش غير مبلغ معين امشي بيه على قد، وعايزه اجيب برده حاجات هديه تكون شكلها حلو تعيش. طيب اعمل ايه؟ ممكن تجيبيه على قد استخداماتك، يعني مش لازم اجيب 14 طقم سرير، مش لازم خالص، هاتي 6، ايه المشكله؟ محدش هيجي يفتش وراكي، محدش فوت، مش لازم اجيب 30 فوطه، اجيب 10 فوط، ايه المشكله؟ وبعد جوازك ان شاء الله تقدري تجيبي حاجه في حاجه وتكوني، يعني ان انت تجيبي كل اللي نفسك فيه واحده واحده، فما فيهاش اي حاجه، فدوت يا حبيبتي حسب الوضع بتاعك تمشي عليه، وكل امكانياتك هتقدري تجيبي ان شاء الله حاجتك، وان شاء الله تتهني يا حبيبتي، ربنا يكمل لك على خير. ودوت يا جماعه كان سؤال وانا جاوبت عليه، وزي ما انا قلت لكم اي عروسه عندها اي استفسار على الشور ابعتي لي وانا برده هرد عليكي، وانتوا برده قولوا رايكم في الكومنتات على الرد بتاعي برده على السؤال، وان انتوا فعلا تقدروا تعملوا كده ولا لا.